مرحبا بكم في فيديو آخر من قناتنا. ربما يكون إنستغرام هو التطبيق الرائع للعقد الماضي، وهذا أمر منطقي لأنه تم إطلاقه بالفعل في عام 2010 على عكس فيسبوك ويوتيوب اللذين تم إطلاقهما في العقد السابق، في حين أن مصطلح المؤثر على إنستغرام أو ما يعرف عادة بإنفلونسر لا يستحضر قدر كبير من الاحترام. ليس هناك إنكار أن التطبيق كان له تأثير على المجتمع، الجميع من فلاديمير بوتين إلى أريانا جراندي والأمير هاري لديه حساب، ولكن من الواضح أنه لم يكن دائما بهذه الطريقة. كيف حقق شخصان مهووسون من جامعة ستانفورد شركة تقدر بمليار دولار يستعملها الملوك والرؤساء؟ كيف بدأ إنستغرام في المقام الأول؟ كم هو كبير؟ وما هي بعض الحقائق الممتعة والمثيرة للاهتمام حول الشركة؟ في هذا الفيديو سنقوم باكتشافها معا. حتى يمكنك تخمين الزخم لما سيصبح معروف، لأن إنستغرام قبل كل شيء كان عبارة عن تطبيق للكحول، بالتحديد البوربون والويسكي. ربما لم نكن نفكر في ذلك، ولكن هذا كان الغرض الأصلي من التطبيق. في عام 2009 كان هناك رجل يبلغ من العمر 27 عاما، كان اسمه كيفن سيستروما. كان يستمتع بالويسكي كثيرا لدرجة أنه قام ببرمجة تطبيق يسمى بوربون. الغرض من بوربون أنه كان يسمح للناس من وضع خطط للتحقق من المواقع، وإذا كانت المشروبات جيدة هناك، وبعدها يمكنك مشاركة الصور. على الرغم من خريج جامعة ستانفورد، كيفن لم يكن لديه خبرة سابقة في علوم الكمبيوتر. على الرغم من وظيفته السابقة في جوجل، أثناء العمل في شركة ناشئة أخرى في وقت فراغه، تعلم كيفن البرمجة في الليالي وعطلات نهاية الأسبوع. في هذه المرحلة كان تطبيق بوربون مجرد هواية جانبية صغيرة، ولم يكن كيفن لقد فكر كثيرا فيه في ذلك الوقت. ولكن كما هو الحال مع معظم الأشياء التي تترك علامة في العالم، كل شيء متعلق بأن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب. وفي هذا كيفن كان محظوظا. جاءت نقطة التحول الحاسمة في مارس 2010، عندما حضر كيفن حفلة كانت من أجل شركة ناشئة من وادي السيليكون تدعى هاتش. وهنا التقى كيفن رأسماليون مغامرون، وقد أظهر لهم النموذج الأولي لتطبيق بوربون وأبدوا إعجابهم به، وقرروا الاجتماع مرة أخرى لتناول القهوة ومناقشة الفكرة أكثر. بعد الاجتماع الأول الذي حقق فيه كيفن قفزة في الإيمان، وقرر ترك وظيفته للتركيز على التطبيق. في غضون أسبوعين فقط تمكن من جمع 500 ألف دولار من التمويل الأولي. بهذا المال بدأ في تجميع مجموعة، وكان أول من انضم هو البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما مايك كريجر. كيفن التقى مايك لأول مرة خلال فترة وجودهم في ستانفورد، وظلوا على اتصال بعد ذلك. لذلك كان قرارا بسيطا أن يعمل الاثنان معا. حان الوقت الآن لمحاولة اكتشاف كيفية جعل تطبيق بوربون ناجحا. على الرغم من أن التطبيق يحتوي على تسجيلات الوصول وميزات تبادل الصور، وتبين أنها الميزة الأكثر شيوعا أيضا، لكن كان هناك العديد من التطبيقات المماثلة الأخرى في السوق. على سبيل المثال فورسكور، كانوا بحاجة للتركيز على جانب واحد فقط من التطبيق وترك البقية. كان عند هذه النقطة أصبح محور تطبيق بوربون أكثر تركيزا على مشاركة الصور مع الإعجابات والتعليقات. في هذه المرحلة سيغيرون الاسم إلى إنستغرام، وهذه الكلمة مستوحاة من الكاميرا الفورية والتلغرافي. في الأسبوع الأول كان على الفريق الصغير العمل بلا كلل لتحسين إمكانات مشاركة الصور، وفي 8 أسابيع فقط من تعديل التطبيق الذي عرضوه على أصدقائهم من أجل اختبار بيتا، ومن ثم انتهوا من إصلاح الأخطاء. وعندما كانوا راضين قرروا إطلاقه. تم إطلاق إنستغرام في 6 أكتوبر 2010، وفي نفس اليوم تحولت إلى أفضل تطبيق مجاني لمشاركة الصور مع أكثر من 25 ألف مستخدم. كانت هذه مفاجأة كاملة، وبعد وقت قصير ذهب كيفن في منتدى كورا للتعبير عن فرحه. اقتباسه لم
لم نتوقع أبداً رد الفعل المحير للعقل الذي شهدناه اليوم. بدأنا من مجموعة من العملاء إلى تطبيق التصوير المجاني رقم واحد في ساعات فقط. استمر هذا النمو، وبحلول منتصف ديسمبر كان لديهم 1 مليون مستخدم. عليك أن تتذكر أنه في هذه المرحلة كانوا مجرد شخصين فقط، اقتباس من مايك لإبراز الأمر. في مرة ما استيقظت وكان هناك إيميل يقول أن الموقع تعطل، وبدأت أقول من أصلحه. سألت صديقي هل قمت بإصلاحه، ولكن لم يقم بإصلاحه أحد. على ما يبدو في الساعة 33 صباحا بطريقة ما تمكن من إحياء إنستغرام، وهو في حالة يرثى لها. هذا هو ما كان يكافح من أجله تلك الأيام. لذا فإن رأس قاعدة مستخدمي إنستغرام استمر في التوسع، وسرعان ما لاحظ المستثمرون ذلك في أوائل عام 2011، وأصبح بقيمة 25 مليون دولار. في هذا الوقت جاك دورسي من تويتر حاول شرائها، لكن سعر 500 مليون دولار لم يكن كافياً للمؤسس المشارك كيفن. بحلول مارس 2012، تضخم حجم قاعدة مستخدمي التطبيقات إلى 27 مليون مستخدم. في أبريل كان فيسبوك قد اشترها مقابل مليار دولار، وكان الترتيب الرئيسي هو أن إنستغرام سيظل مستقلاً. وهذا يقودنا إلى العصر الحديث الذي أصبح إنستغرام موجوداً في كل مكان. قبل أن ننتهي، ليكون بعض الحقائق المثيرة والممتعة حول إنستغرام بشكل جيد. في عام 2020 أصبح التطبيق أقل حول التأثيرات والمزيد حول الشركات. على سبيل المثال، 80% من حسابات المستخدمين تتابع نشاطا تجاريا على إنستغرام، 33% من أكثر القصص مشاهدة هي من الشركات. 200 مليون مستخدم إنستغرام يزورون حسابا تجاريا واحدا على الأقل كل يوم. أكبر علامة تجارية على إنستغرام هي ناشونال جيوغرافيك مع أكثر من 100 مليون متابع، يتبعه نايك وبعد ذلك NBA. كان هناك بعض الانتقادات للمنصة للتأثيرات السلبية. صور الجسد بين الشباب هي في مقدمة الأسباب، كما سأذكر لكم في حلقات التالية عن الفيسبوك وتأثيراته السلبية. لذا لا تنسوا الاشتراك بالقناة. الكمال هو حقا استنزاف للفرح. بكلمات أخرى، عندما يرى الناس مقدار الإعجابات التي لدى شخص ما في صوره، فيقارنون أنفسهم بها، وينتهي بهم الأمر إلى الشعور باليأس. في محاولة لمكافحة هذا، في عام 2019 اتخذت الشركة قرارا بإزالة الإعجابات وبعض المنشورات. الآن هذه الحقيقة التالية مثيرة للاهتمام بشكل مدهش: 89.5% من جميع ما يتم نشره في الإنستغرام بشكل طبيعي دون إضافة فلتر إنستغرام. والشيء الأسوأ هو أن التطبيق أضاف هذه الأشياء تجعلك تبحث عن الكمال. تقدر الآن إنستغرام بقيمة 100 مليار دولار. 37% من جميع البالغين في يونايتد ستيتس تستخدم النظام الأساسي. الشركة لا تزال صغيرة إلى حد ما، ولا توظف سوى 550 شخصا حول العالم. حسنا، سأعطيكم سؤال: ما هو أكثر طعام مشارك على إنستغرام؟ شاركنا إجابتك في التعليق. حسنا، بشكل دقيق إنها البيتزا. وأكثر صورة إنستغرام محبوبة هي بيضة ذات الخلفية البيضاء. تم إنشاء الحساب بأكمله المسمى بيضة الرقم القياسي العالمي لغرض وحيد، هو الحصول على الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الإعجابات التي كانت تحتفظ بها كايلي جينر سابقا. في إيماء نحو المؤسس المشارك، البرازيل لديها ثاني أكبر عدد من مستخدمي إنستغرام بعد الولايات المتحدة. حسنا، نحن في نهاية الفيديو. لذا ما حدث في النهاية لمؤسسينا بشكل جيد؟ في عام 2018 غادر كل المؤسسين لمتابعة مشاريع أخرى. على الرغم من أن كيفن سيسترم أصبح الآن ملياردير وفقا لصحيفة غارديان، وهو الآن يتمتع بالأطعمة الرائعة في هذه الأثناء. يشارك المؤسس المشارك الآخر مايك بنشاط في الأعمال الخيرية. فما هي الأشياء الرئيسية التي يمكننا تعلمها من هذه الأشخاص؟ حسنا، إذا كنت تبني شيئا ولست متأكدا في أي اتجاه يجب عليك التركيز، يجب عليك العثور على مركز القوة ومحاولة عدم التعلق بالأفكار التي تحبها، ولكن تعلق بالأفكار التي تجلب لك الأرباح. كيفن يحب البوربون والويسكي، ويعتقد أن فكرة أن يكون لديك مكان حيث يمكن للناس تشكيل مجتمع حول ذلك، هذه فكرة أحبها جدا. ولكن عندما رأى أن الناس يستخدمون التطبيق في المقام الأول
لمشاركة الصور، قرر أن يغير مفهوم التطبيق ويقطع الباقي، وكانت هذه خطوة حاسمة. لذا أمل أن تكون قد تعلمت شيئاً أو اثنين من هذا الفيديو، وإذا فعلت ذلك، فلا تتردد في الاشتراك إذا كنت تريد التحقق من إنستغرام الخاص بي، فهو موجود الآن على الشاشة، وأشارك بعض الأشياء الممتعة هناك. على أي حال، شكراً لمشاهدتي، أمل أن أراكم مرة أخرى قريباً، السلام عليكم.